السلام عليكم شباب، معكم علي اوتاكو جيمر. رجعنا لكم فيديو جديد فورتنايت، تجربة التحديث الجديد. متبعكم شايفين هذا هو اللوبي، صار في عداد الحدث. كان مفروض هذا المقطع ينزل امبارح بس، ولكن قررت شركة الانترنت انه تقطع لي النت، وطبعا اتأخر المقطع ولا فتحت لا بث مباشر ولا سويت اي شيء. المهم ما علينا، فحنعوض لكم اياها اليوم. لا تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك بالقناة، وهذا هو الايتم شوب لليوم يا اخوان. واهم شيء اذا حبيت تدعمني بشكل مادي اي 1.9 عندك في الايتم شوب، لا تنسى، الله يسعدك. ويلا خلونا نبدا نحط ريدي، نفوت نلعب جيم بلاي كده هيك سولو يا اخوان، ونشوف ايش التغيرات. انا لسه والله اول مره بجرب، لانه النت كان مقطوع عندي لمده 24 ساعه امبارح مثل هلا فصل، اليوم حتى رجع اشتغل. فما بعرف شو صار بالتحديث، غيروا، ضافوا اضافات السيزن اكس والسيزن التاسع، ما ضافوا شيء. راح نفوت نستكشف مع بعض. فهو اكيد على كل احوال الفيديو عنوانه تجربه فورتنايت بعد التحديث الجديد او هيك شيء. فالمهم يلا خلونا نبدا. طيب هذا هو الماب. طيب ما في تغير شباب، الخريطة نفس ما هي تقريبا، بس عم يقولوا انه مثلا في نيزك هيجي. وين النيزك؟ ما بعرف، ممكن الخميس او هيك شيء. بس بدي اتاكد من شغله، انه ضافوا شيء اللي بيكون هون، كان المفروض الزيرو بوينت تصير تحت. وكمان بدنا نشوف عن داستي اذا ظهر عداد الحدث او هيك شيء عند الصاروخ يعني. يلا انزلوا على اللاوي. اوكي، لحد هذه اللحظة الزيرو بوينت ما ظهرت، ففي الغالب حتظهر بكرة الساعة 4. فحاليا ما في اي شيء، خلينا نلعب ونجلد يا اخوان. هيك هيك فيديو اسطوري. بس نشوف بس شغلة ثانية، خلينا ناخذ هذا الصندوق ونهرب. طلع لي فيه ار بي جي. ايوه بدي اروح عند داستي. داستي وين؟ هنا هنا داستي. اي ايوه، اوه والله ليكو طالع عداد الحدث يا اخوان، طالع باللوبي وطالع هون بالجيم. ان شاء الله ما ننجلد بس يا اخوان. هلا حاليا يا شباب، الناس اللي بتشاهد القناة راح تلاحظوا انه حينزل فيديوهات باللغة الانجليزية بالقناة نفسها. ليش؟ لانه مثل ما قلت لكم في تقريبا بشكل يعني او باخر بيفيد القناه، حتى لو المشاهدات 100 200 عم بيفيدوا القناه المشاهدات اللي من اجنبيه. ما انتم ما حتعرفوا تفهموا علي بفهم مني غير اللي صانع محتوى مثلي. بس هاي هي الفكره، انه بيرفع فيديوهات بالاجنبيه، بالذات الفيديوهات الاجنبيه تكون مثلا الايتم شوب او على سبيل المثال عنكم تقدروا تقولوا شو كمان عنا، تقدر تقول مثلا جلتشات الاكس بي، هاي الشغلات اللي بتنزل بالمحتوى الاجنبي. سواء المحتوى العربي مثلكم شايفين مثل هذا الفيديو جيم بلاي والاشياء. عرفتوا علي كيف يا شباب؟ اوكي، هذا الار بي جي عمل لي اياه هيك يا مدير. بس ايش والله حاسس حالي اني راح ندعس دعسه اسطوريه. اوكي في واحد هنا، ابلع يا مدير، هات شوت جنك الاخضر. انا اتمنى اني انجلد يا اخوان، بس انا والله اخر فتره كثير عم ننجلد، ما عم نحسن نفوز حتى ولا اي شيء. ليش هيك اللعبه صايره صعبه؟ مين يتفق معي يا شباب؟ يا شباب اخر 10 ايام في اللعبه، متخيلين اخر 10 ايام في هذا الشابتر؟ خلاص راح نودع الشابتر الاول. للاسف حتيجي السيزون اللي بعده، وانا كثير متخوف منه السيزون اللي بعده، لانه يا اما حيعيش فورتنايت يا اما حيقتله. انا بتمنى انه يعيشها، ما بتمنى هذا نتنتل. والله انه فورتنايت من افضل الالعاب وافضل الالعاب اللي سويت عليها محتوى في القناه. يعني لو تلاحظوا قناتي اغلب فيديوهاتها فورتنايت، يعني عندي 800 فيديو تقريبا بالقناه، اكثر من 700 منهم فورتنايت يا شباب. فلا تلوموني لما نزل كثير عن فورتنايت، لانه اغلب جمهور القناه فورتنايت. صح انه في ناس كثيرين هلا دراغون بوليين، بس لا يقارن عددهم بعدد فورتنايت. ما في شيلد ولا انا متهيئ لي؟ بدي شيلد، بدي ميني شيلد، بيك شيلد، اي شيء. شو هذا؟ كومبات؟ ما بدنا كومبات. ليكو وين الشست؟ لك شو هالاماكن اللي بحطوا فيها اللوت دول؟ ما عم يطلع لي شيلد، ليش الشيلد صار نادر مرة؟ يعني هلا بنقدر نستفاده من الحدث اللي صار، العداد اللي هون بدستي بس. هذا 10 ايام، هذا هو العداد لنهاية هذا الماب. وادعوه يا شباب، وادعوه، احلى شيء كان بفورتنايت هذا الماب. ورجعوا اللعبة، رجعت ولا حيشيلوا؟ راح ترجع تروح اللعبة وترجع تصير لعبة ما منها فايدة، او على اساس انه ماشيين بطور قصة وهيك. فبالنسبة لي والله ما لها داعي اللي عم يسووها، يعني قصة فورتنايت يعني صارت مملة الصراحة، خلينا نكون صريحين.
يعني خلوا الجيم بلاي ممتع، خلوها لعبة تنافسية، الناس تلعب رانك، يطوروا لعبهم، الأسلحة ما تتغير، الأشياء هاي والله فورتنايت حتبقى أفضل وأفضل. يعني عندكم على سبيل المثال في ماينكرافت بيجي الناس فترة صح بتمل منها، بس برضو اللعبة بتضل عايشة، بتضل في ناس بتلعبها. ليش؟ حتى لو ما فيها تغيرات جذرية مثل ما بتسوي فورتنايت، بس فورتنايت لما تغير تغير جذري بيلعبوا الناس الموسم أول 5 أيام بعدين بيسحبوا عليه ولا كأنه نضاف شيء. فالرسالة إلى فورتنايت إنه حاولوا إذا كنت تغيروا الماب وتغيروا هاي الأشياء، هي ما حتفرق غيرتوا للماب ولا ما غيرتوا، بس اللي حتفرق طريقة الجيم بلاي. أنتوا هلا الأسلحة هاي ضايفينها ناس متعودة عليها احترفتها للأسلحة، تجي السيزون الجاي بتحذف الأسلحة تمام وبتخرب كل شيء الناس تعلمت عليه، فبدك ترجع تخليهم يتدربوا من أول جديد والأشياء هاي. فأنا هذا الشيء اللي بتمناه من فورتنايت إنه يلغوه، يعني يثبتوا على نظام أسلحة معين، فبلاهم هالأشياء السواليف اللي ما لها داعي. في واحد هون خلينا نجلده. اوكي هاي جلدنا، مشكلة هلا ما معي شيلد. خد ريفت يا مدير وروح هرب. ناندتو هرب هرب، ما في شيلد يا اخي. مشكلة الناس كلها مستفزة صايرة في اللعبة، ما عم يطلع شيلد. شو قصة الشيلد؟ بداستي في ناس والنصف، لا شكلي حاهبت في عندهم وحنجلد بكل تأكيد. ان شاء الله يكون معه شيلد. اوكي الحمد لله ما عنده شيلد. نشرب طبعا، نبني مشان ما يجينا حدا مزعج. هو 90% ما راح فوز، بس انا بحب الدرعمة، فهنشوف كل مقطع ممتع يا شباب. يلا ليتس جو. تعال، في صوت ناس انا عم يتفايتوا. وينهم؟ تعال تعال. ولا اللعبة ما مفروض شالوا منها البوتات؟ والله شي غريب. خلينا ناخذ هالميد كيت على السريع. في ناس حقيقية هناك فنروح نتعامل معهم. هون موجودين. هي علينا. أحب الشجر. لا 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 يا اخوان، شو هال الشجره هاي جابت فيني العيد. دمه وان شوت ترى، بس لولا الشجره كان انجلد. بس يلا مو مشكله. طيب يا شباب، هيك لعبنا جيم وشفنا انه ما في اي تغييرات تقريبا، غير انه طلع هذا الشيء اللي هو عداد الحدث، واللي هو حيخلينا نودع بكل بساطه الشابتر الاول. فبتمنى انه مثل ما حكيت لكم بالمقطع انه فورتنايت ما تجيب العيد بهذا الشيء وتحط لنا شابتر الخامس، على الرغم انه ما بشابتر الخامس بداية شكله ما حلو، بس ولكن اساس اللعبة مو مشكلة تغيير الماب. حتى الشابتر 2 اول كم سيزون فيه كان رهيب، ولكن اللي كان رهيب فيه انه ظلت ثابتة على مبادئ الشابتر 1 اللي هو اسلوب اللعب، اسلحة ثابتة، اسلحة ما تتغير، ممكن يضيفوا لك اسلحة اضافية اللي حاب يلعب فيها يلعب، اللي ما حاب خلص، بس الاسلحة الاساسية اللي موجودة في اللعبة المفروض انا برأيي انه ما تتغير. وهذا هو رأيي من الموضوع يا شباب. لو حبيت تدعمني يا اسطورة تشترك بالقناة وفعل الجرس، واهم شيء كود الايتم شوب A19 الله يسعدك. ويلا صوت لنهاية المقطع هيك يا شباب، مع السلامة وشكرا لكم.